كان وعد بلفور الذي صدر عام 1917 بمنزلة ضوء أخضر لمزيد من الجرائم الممنهجة. تنامت الهجرة اليهودية، اتسعت المستوطنات، زاد تسليح العصابات الصهيونية، ونهب مزيد من الأراضي في فلسطين. بدأوا ينقوا العناصر في كل المستعمرة، ينقوا العناصر القوية اللي احنا بنقول عليهم كده بمصطلح أجريزف، اللي هو دايما عدواني، هو ده اللي يبقى الغفير اللي بحرس المستوطنة. إلى أن بعد كده في التطور بدأ هذا الغفير بقى هو الحارس اللي معاه السلاح، بقى هو الحارس اللي بيدافع، بقى هو العدواني على العرب عشان ياخد بير مية أو أرض زيادة، بقى هو بعد كده المنظمات الإرهابية بتاعتهم اللي قالت عليها الدولة. انضموا لمين؟ للجانب في الحرب العالمية، الجانب الإنجليز، فعملوا فرق كانت بتتعاون مع الإنجليز، عملوا فيلق كده يتعاون مع الإنجليز في الحرب العالمية. فهنا بنلاقي إن هم وجودهم في ابتدى يظهر، وحتى فضلت الفرقة دي لغاية ما حلها الإنجليز فيما بعد في 20، لكن رجعوا كونوا فرق عسكرية، وهنلاقي إنها الفرق دي هتبقى نواة بعد كده جيش الدفاع. أشكال تنظيمية متمثلة في منظمة أتسل، إرجون سيفائي لأمي، منظمة العسكرية القومية ولحي. هذه المنظمات صهيونية تأسست قبل قيام الدولة واندمج بعدها في جيش الإسرائيلي بعد قيام الدولة. يعني مجموعة من مؤسسات الإرهابية اللي كانت موجودة العسكرية كانت كل همها ضرب الفلسطينيين الموجودين ومتحالفين مع الإنجليز، أشهرها فرق الهجنة. بعد كده في شتيرن، في أرجون زيفاي اليومي. إسرائيل كانت خلاص بتعد لإيه؟ لإنها تدخل تعلن دولة إسرائيل، فالنتيجة إنها ابتدت ضمت الجيش اللي كان بقى الحكاية اللي هي شرطة المستعمرات على الأرجون زيفاي اليومي، على كل المؤسسات بتاعتها، على الجيش اللي كان على الفيلق اللي كان بيحارب في الحرب العالمية.